افاد مراسلنا بان القوات التركيه نقلت احدى نقاطها العسكريه المتمركزه غرب محافظه ادلب الى منطقه سهل الغاب غرب محافظه حماه. ياتي هذا وسط توقعات بان انقره تحضر لضربه عسكريه شمال سوريا. فهل حصل اردوغان على الضوء الاخضر الامريكي؟ ماذا عن الموقف الروسي؟ يبدو ان انقره تعد لضربة عسكريه شمال سوريا. فكل المؤشرات توحي وفق مراقبين بأنها تحضر للهجوم مجددا على الأكراد حشد للقوات التركية وتحركات غير عادية منذ أيام وسط توقعات بأنها ستنفذ عمليتها شمال شرق سوريا أو في شمال الغرب بالقرب من حلب في السياق أفادت مصادر محلية أن أنقرة نقلت إحدى نقاطها العسكرية المتمركزة غرب محافظة إدلب إلى منطقة سهل الغاب غرب محافظة حما. تحركات تتزامن وتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن في روما على هامش قمة العشرين. أردوغان قال إنه أبلغ بايدن عدم ارتياح بلاده للدعم الأمريكي لقوات ديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية وتعتبر واشنطن قوة سوريا الديمقراطية حليفا لها في الحرب ضد تنظيم داعش في شمال شرق سوريا فيما تعتبر تركيا هذه القوات امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي صنفته واشنطن وأنقرة منظمة إرهابية ضربة أنقرة العسكرية المتوقعة قد تضعها بحسب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري في موقف معقد للاشتباك مع القوات الأمريكية أو الروسية، كما استبعد جيفري أن يكون أردوغان حصل على ضوء أخضر خلال اجتماعه ببايدن، فالرجل خبر الملف منذ العام 2016، كما أنه ليس هناك ما يبرر قبول واشنطن للمقايضة فيما قال البنتاغون في رسالة واضحة لأنقرة إن عناصر قوة سوريا الديمقراطية هم شركاء للولايات المتحدة في القتال ضد داعش في سوريا وأن واشنطن تأخذ هذه الشراكة على محمل الجد بالمقابل تقول تركيا إن الجانبين الأمريكي والروسي أخلا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2019 ويقضي بإبعاد المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية نرحب بضيفينا من باريس رئيس منظمة كرد بلا حدود كادار بيري ومن اسطنبول ارحب بالكاتب والباحث السياسي طه عوده اوغلو، اهلا بكما ابدا معك هذا الحوار سيد طه عوده اوغلو، من الواضح بان تركيا تتاهب عسكريا لضرب اكراد سوريا. هل فشلت الدبلوماسيه خصوصا بعد لقاء اردوغان وبايدن؟ تحياتي للجميع في البدايه هناك نعم تحضيرات وحشود عسكريه خلال الساعات الاخيره الماضيه وخاصه بعد لقاء اردوغان بايدن ولكن كما تابعتي وتابعنا جميعا تصريحات رئيس اردوغان بعد اللقاء تحدثت ان كان هناك لمس بوادر ايجابيه في العديد من الملفات ومنها الملف السوري لذا التصور او من المستبعد ان يقوم او يقذف اردوغان بعمليه عسكريه هو بانتظار حاليا في الوقت الراهن ترجمة ترجمت هذه البوادر الإيجابية على أرض الواقع أنا بتصور أعتقد ما يجري حاليا هناك معركة سياسية وليس عسكرية بالدرجة الأولى هناك الدبلوماسية ما زالت مستمرة هناك اتصالات إن كانت ما بين الروس وقوات قسد تبعناها خلال الساعات والأيام الأخيرة الماضية أنقرة هي تراقب عن كسب عن أن أنقرة عينها على جبهة أخرى أقصد هنا الدب مع استعدادات وتحضيرات النظام السوري في تلك المنطقة أه سيد كادار بيري أه استمعت إلى السيد طه عودة أغلو أه مع ما يتم الكشف عنه عن استعداد تركيا لاحتمال أه عمل عسكري أه جديد ضد قوات سوريا الديمقراطية أه يعني هل برأيك أه ما زال هناك ملجأ للدبلوماسية وللوساطات الدولية وبالتحديد الأمريكية؟ تحية لك ولمشاهديكم حقيقة تركيا جاهزة للحرب ليس الآن وإنما هي من أمد بعيد ومنذ الاتفاق الذي تم منذ العام 2019 وهي تستعد لحرب أخرى أساسا تركيا لم تلتزم بأي اتفاق وقف إطلاق النار وكان الضامن الروسي وقتها بل كل يوم كانت هناك حالات من القتل عبر القصف وعبر المسيرات وعبر الاشتباك المباشر لمرتزقتها مع قوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية التزمت بالاتفاقات بشكل كامل بحيث لم يكن هناك أي خروقات تجاه أو محاربة مرتزقة والدولة التركية هناك. الرئيس التركي آخر تصريحاته طبعا هناك حالة تناقض كبيرة في تصريحاتهم بين سياسيهم وعسكريهم. الشخص نفسه يصرح بشكلين بين اليوم والآخر. لكن آخر تصريحات أردوغان كانت بأن سننتظر الزمان والمكان المناسبين. الآن بالذات لا يوجد لا زمان ولا مكان مناسب لحرب التركية لأن تركيا وبكل بساطة لا يوجد أحد يدعمها في هذه الحرب لا الروسي ولا الأمريكي ولا حتى أقرب يعني المقربين إليه من الأوروبيين وتحديداً ألمانيا لا يوافقون على حرب هذه إذن تركيا بالأساس هي تريد تصدير أزمتها الداخلية لأن حزب العدالة والتنمية في وضع يرسى له بالوضع الداخلي وهناك أيضاً الوضع الاقتصادي هناك اندفاع في الشعبية حزب ولكن العدالة والتنمية يا سيد كدار. تصدير هذه الأزمة وكيف تفسر هذه التحركات يعني القوات التركيه بشكل يومي تعمل على تحصين نقاطها العسكريه المنتشره في منطقه خفض التصعيد في ادلب لماذا برايك تقوم بكل هذه التحركات العسكريه اذا كانت لا تنوي يعني القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطيه أنا أنا لم أقل لا تنوي، تركيا إن كانت تمكنت البارحة لفعلتها واليوم إن تمكنوا لا يفعلوها وغدا إن كان باستطاعتهم لا يفعلوها، لكن هم يعلمون تحضيرات قوات سوريا الديمقراطية، يعلمون مدى تشبثهم بالأرض ومبدأ المقاومة التي لا يتنازلون عنها، والترك لا يمكنه الدخول في معركة دون أخذ الضوء الأخضر من الروسي والأمريكي معا وهو لم يحصل على هذه القوة، أضيف لما قلته من تحضيرات تركيا أيضا ف أنهم قاموا بكل بقايا تنظيم داعش الإرهابي في منطقة رأس العين تل أبيض و... يعني تحت مسميات جديدة سموهم تحت مسمى الجيش الوطني فيلق لا أعلم ماذا تسميات كثيرة وهم بقايا هذا التنظيم الإرهابي داعش تركيا تقوم بتجميعه من أجل الهجوم على هذه المنطقة وهؤلاء الغوغائيين يريدون الانتقام لما يظنونه القضاء على دولتهم المزعومة داعش فالتحضيرات التركية جارية على قدم وساق ولكن الحالة الإعلامية وحالة بث الرعب لدى المواطنين أو حالة خوف لقوات سوريا الديمقراطية هكذا يظنون هي من اجل الضغط الروسي على قوات سوريا الديمقراطيه من اجل خلق هذا الجو او هذا المجال للروسي كي يضغط على قوات سوريا الديمقراطيه وتتنازل قوات سوريا الديمقراطيه لصالح المحتل الايراني والروسي طيب. كلنا يعلم بان الروس ليس بامكانه ان يسيطر على المنطقه على الارض بعساكره وانما من يقوم نيابه عنه هو الايراني أه. الان هي حاله فقط حالة إعلامية من أجل الضغط على قوات سوريا الديمقراطية لأن الروسي أيضا لا يريد أن يعطي مناطق أخرى لصالح التركي هنا نقطة إذن هي إذا اسمح, اسمح لي اسمح لي نقل الموقع العسكري نعم. التركي من منطقة إلى سنأتي لهذه تفضل. النقطة سيد كادار بري أنقل هذه يعني الجملة التي ذكرتها إلى السيد طه عودة أغلو يعني قلت بأنها حالة إعلامية دعنا نسميها إذا حرب نفسية هل هذا ما تقوم به سيد طه عود أغلو أنقرة في هذه المناطق وبأنها غير قادرة على القيام بهذا العمل لأن لا دعم أمريكي أو روسي لديها. يعني انا اختلف تماما مع ضيفك ويتحدث عن هناك هلع الهلع هو في قوات سوريا الديمقراطيه وقصر التي هي هرعت الى روسيا خلال الايام الاخيره الماضيه وتتفاوض ومن اجل منع هذه العمليه تركيا هي ليست المره الاولى التي تقوم بعمليه عسكريه نعم في المرات السابقه كانت هي بدعم او بضوء اخضر من قبل الولايات المتحده الامريكيه وروسيا هناك يجب ان لا ننسى كما اشرت لك في البدايه هناك تحركات تركيه على جبهه إدب هل يمكن او ممكن ان نقول ستكون هناك مقايضات فيما يتعلق بالطريق الدولي ام 4 لمنحه للروس ومقابل ابعاد قوات قسد في عن الحدود التركيه كل هذه الامور هي وارده أشارت لك في البدايه العمليه نعم هي الاجواء العمليه العسكريه بدات منذ يوم الاحد الماضي بعد لقاء اردوغان بايدن فيما يتعلق بالتحليق فيما يتعلق بالحشود فيما ايضا هناك قصف تركي لذا اعتقد ان انقره ما <applause> زالت مصره تماما على اجراء هذه العمليه وخاصه بعد هناك التصعيد كبير من قوات قسد خلال الشهرين الماضيين كان هناك استهداف للمناطق التي تسيطر عليها انقره والجيش الوطني السوري خلال الاشهر الاخيره الماضيه ايضا هناك ايضا التصريحات التركيه التي صدرت من وزير الخارجيه شوش اول ووزير الدفاع قبل يومين هي للمره الاولى تحمل او تضع الولايات المتحده الامريكيه وروسيا في سله واحده فيما يتعلق بعدم الالتزام او الايفاء بالوعود التي قطعتها تلك الدول وخاصه فيما يتعلق ابعاد هذه الوحدات او فيما يتعلق ب هناك 30 كيلومتر حسب الاتفاق التركي الامريكي في اكتوبر عام 2019، لذا اعتقد انقره هي دائما تستخدم السياسة. نعم هناك التهديدات موجوده والحشود موجوده ولكن لم تغلق باب الدبلوماسيه وكما اشرت لك في البدايه هناك اتصالات تجري على قدم وساق خلال الساعات الاخيره الماضيه. ما رايك سيد كرد عفوا سيد كادار بيري يعني العمليه حسب ما يقول السيد اوغلو حتميه بالنسبه لانقره. يعني احد اخر قبل اكثر من شهر تحدث عبر قناه اخرى بان العمليه هي خلال 48 ساعه وحتى ظن الناس بانها لحظات وسوف تبدا، والان يتحدثون ايضا عن هذا الامر، لكن كل هذا كل تركيا يعني ان كانت قادره لفعلتها، هذا 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 متفق عليه ولا لا جدال بهذا الامر، لكن الجميع اثبت بانهم ليسوا مع تركيا مع خطواتها التي تقوم بها، هل يوجد اكثر وضوح من التصريحات الامريكيه بانها لا يوجد ضوء اخضر، جيمس جيفري الداعم الرئيسي لتركيا وسياسات تركيا في سوريا هو ايضا حذرهم عبر اخر لقاء له بانه لا يوجد لديكم ضوء اخضر واي هجوم سيكون وبالا على تركيا وتكون مصيبه على تركيا، تركيا لم تلتزم باتفاقاتها، يتحدث ضيفك هذا بان هناك قصف تركي منذ سنتين واكثر طيله فتره احتلال المنطقة رأس العين تل أبيض، هناك قصف قصف تركي، لكن تركيا في ورطة حقيقية الآن، لأنه وبكل بساطة اتفاقات سوتشي وأستانا مع الجانب الروسي والمقايضات التي قامت بها وقد إحداها كانت مدينة مدينة عفرين التي هي أصبحت ضحية المقايضة الروسية لصالح التركي، من ضمن تلك الاتفاقات تركيا عليها أن تنسحب من مناطق إدلب كاملة، وتركيا لم تلتزم، الروسي هو من يهدد التركي عليه بإيفاء التزاماته والانسحاب هذه الخطوة التي قام بها الجيش التركي الآن وانسحابه من إحدى النقاط سوف يكون سوف يكون يعني حالة دمار وقتل لكل من يبقى في تلك المنطقة من المرتزقة والإرهابيين القضاء على الإرهابيين في منطقة إدلب وهي النقطة الرئيسية للدولة التركية ويدها في الملف السوري القضاء على تلك الحالة يعني بتر يد تركيا عن الملف السوري وهذا ما لا تريده تركيا الجميع لا يرغب بالحرب قوات سوريا الديمقراطية أسعى بكل السبل الدبلوماسية والسياسية لأن, ي... لأن لا يكون هناك حالة ح... حالة حرب. لكن التركي والاحتلال التركي الإرهابي والداعم للإرهابيين يتعطش دوما للدم. ل... هذه هي تركيا. هؤلاء هم الأتراك. هذه هي سياستهم. عبر تاريخهم القديم والجديد إلى يومنا هذا. هم مستمرون في حالات الحروب والقتل وسفك وسفك الدماء. أكثر المناطق أمنا في سوريا. تحديدا عفرين وتل أبيض. مم. بعد أن تم تحريرها من الإرهاب الداعشي أكثر المناطق أمنا كانت لكل السوريين مواطنيها الأصليين الكرد ومن كانوا ضيوفا على أهل عفرين الآن تحولت إلى مستوطنات للإيغور الصينيين والتركمانستان هؤلاء الإرهابيين التي جلبتهم تركيا وأدخلتهم إلى تلك المناطق من أجل التغيير التغيير الديمغرافي عندما تكون تركيا في منطقة يعني هناك حرب وهناك قتل وهناك خطف وفدية هذه هي تركيا عبر التاريخ وما زالت مستمرة إلى الى يومنا هذا طيب سيد اوغلو يعني منذ اعوام وتركيا تهدد بالسيطره على هذه المناطق الاستراتيجيه التي تقول بانها قد تكون تهدد امنها القومي. مع ذلك هي لم تنجح في تنفيذ هذا الهدف بتاتا نظرا للاتفاقيات المبرمه مع موسكو والان ايضا يعني عدم اعطاء الضوء الاخضر الامريكي من قبل بايدن. يعني الا تعتقد بان هذا فشل آآ آآ يعني آآ تركي آآ في استيعاب الرسائل فيما يتعلق بهذه المناطق وبشمال سوريا لا انا بتصور اعتقد هناك مشكله حقيقيه وخاصه فيما يتعلق بالمقاربه التركيه الامريكيه فيما يتعلق بقوات قسد أنقرة ما زالت تصر وهي لم تغير حديث أو كلامها بأنها هي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي من خلال استهداف من خلال قيام كيان كرد على الحدود ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والبنتاغون ما زالت هي تختلف في هذه المقاربة بأنها ما زالت هي تدعم أو هي تخدم المصالح الأمريكية وخاصة في محاربتها لتنظيم داعش الإرهابي هذه إحدى يعني النقاط الخلافيه ما بين الطرفين ايضا هناك نقطه مهمه جدا وجهه نظري اعتقد ان انقره تعي تماما بان هناك تقارب روسي امريكي فيما يتعلق بالملف السوري لذا لاحظنا كما لك قبل قليل وضعت للمره الاولى للمره الاولى في التصحيحات التركيه تضع الولايات المتحده الامريكيه وروسيا في سله واحده فيما يتعلق بالملف السوري وان هناك انقره هي تخشى ان تكون هناك خطوات قادمه في الملف السوري هي بعيده عن المصالح التركيه، مصالح التركيه ماذا؟ مصالح التركيه هي تركز يعني منذ تقريبا عامين او ثلاثه اعوام هي فيما يتعلق بموضوع الخطر التي م. يحدق على حدودها وخاصه اقصد هنا الاكراد بالدرجه الاولى، من عام 2019 عندما قامت بعمليه نبع السلام كان هناك تعهدات من قبل الولايات المتحده الامريكيه لم تفي بهذه التعهدات، ايضا روسيا التي قامت ووعدت بابعاد هذه الوحدات عن الحدود لكنها هي الاخرى لم تقر تقدم او تؤخر ولكن لاحظنا خلال الاشهر الاخيره الماضيه هناك مباحثات ودعم كبير حتى من قبل الروس دعم مبطن لهذه القوات قوات سوريا الديمقراطيه اذا نلاحظ ان هناك انزعاج تركي تركيا هي تحاول قدر الامكان انهاء هذا الملف ولكن هناك تعي تماما بان الولايات المتحده الامريكيه ناهيك عن ان الاداره الامريكيه حاليا هي تختلف عن اداره الرئيس ترامب كان هناك نوع من العلاقات الشخصيه ما بين الزعيمين ترامب واردوغان الوضع يختلف تماما وخاصه كما تعلمين الرئيس اردوغان تحدث بكل صراحه بعد لقائه مع بايدن وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاصرار الامريكي على دعم قوات سوريا الديمقراطيه اعتقد هي النقاط الخلافيه ولكن اذا تم التوصل اليها ممكن ان نرى طيب. هناك صوره مختلفه للوضع في سوريا سيد كدار بري صحيح كما يقول البعض بان روسيا لديها علاقه جيده مع اكراد سوريا لكن هل تعتقد بان روسيا قادره علي منع تركيا من مهاجمه هذه المناطق خصوصا وان هناك من يقول بان روسيا يعني لا تريد ان تتدخل تريد دائما لعب دور الوسيط في هذه اللعبه روسيا تدخلت وبشكل مباشر في معارك عفرين وايضا في معارك راس العين هي كانت الضامن لهذا الاتفاق الذي الذي حصل روسيا وبمناوراتها التي قامت بها قبل عده ايام وعلى دفع على دفعتين اخرها كان البارحه هي كانت رساله للجانب التركي بان باننا سنحافظ على اتفاقنا مع قوات قسد لان قسد هي التزمت بكامل اتفاقها ولاول مره السيد جيفري ايضا يؤكد على هذه النقطة بأن قصد أوفت التزاماتها بموضوع وقف إطلاق النار. الروسي قادر على لجم تركيا وعلى إيقاف هجومها وحربها. وهذا ما يحصل الآن. لكن الروسي يريد استغلال هذا الموقف لصالحه. كي يهدد قوات سوريا الديمقراطية بأنه ها هو الهجوم التركي أو الترك سوف يهاجمون. طبعا هذا ليس الآن. وإنما حصل عدة مرات قبل الآن. يعني قبل حوالي ستة أشهر كان هناك هجوم من مرتزقة باتفاق روسي تركي على على أحد النقاط أو أحد المحاور لقوات سوريا الديمقراطية وتم صدها والقضاء عليهم وقت ذاك كان الروسي أيضا يهدد بأن عليكم تسليم المنطقة إلى الروسي أو إلى النظام ورفع علم النظام مرة أخرى دون أي اتفاق قوات سوريا الديمقراطية تسعى لأن يكون هناك حوار سوري سوري من أجل أن يكون هناك حل سياسي لكل سوريا من أجل هناك قوة عسكرية موحدة أيضا لمحاربة إرهاب ومحاربة بالدرجة الأولى الاحتلال التركي. تركيا كانت واضحة سياساتها في سوريا. هي كانت تطمح إلى كامل سوريا أو إلى ضم كامل سوريا. هذا ليس تحليل وإنما تصريحات الساسة الأتراك. هم كانوا يصرحون بأننا ظلمنا في اتفاقية سايكس بيكو. وأنه الميثاق الملي هو من لا. حقهم. لا. من حلب مرورا بكامل شمال شمال غرب وشمال شرق إلى الموصل وكركوك هي أراضي تركية. وما زالت الموصل يعتبرونها ولاية, ولاية تركية. ولها مخصصات ماديه ضمن الدستور مم. التركي مم. هذه طيب. كانت سياسات تركيا احتلال اجزاء الهامة في سوريا فشلت نعم. سياساتها تلك طيب. الان أصبح جل هدفها القضاء على المكون الكردي والقضاء نعم. على الاداره الذاتيه الديمقراطيه لان دوله دكتاتوريه ارهابيه كما تركيا لا ترغب بان يجاورها قوى ديمقراطيه مم. وليس اسمح لي اسمح لي اذهب طه عودة, عوده اغلو في, في اقل من دقيقه في خطر غير صحيحه أه سيد طه عوده اغلو اعطيك حق الرد في اقل من دقيقه على ما جاء على لسان كاداربري يعني انا اتصور اعتقد يعني حاليا حالي ضيفك يتحدث عن ان تركيا هي مجرمه وسوف تقوم بتهديد هناك نتحدث ان هناك تهديد والجميع يعترف خلال العمليات السابقه التي قامت بها تركيا من درع الفرات الى نبع السلام قبل تقريبا عامين من الان كان هناك دعم امريكي ودعم دولي لهذه العمليات انقذ تتحدث بان هناك خطر وهذا الخطر هو يجب اجتثاثه بالكامل وهذا ما تقوم به وهي حاول قدر الامكان اتخاذ او أيام بخطوات دبلوماسية وإيجاد حل هذه المشكلة كنا نتحدث قبل أيام بأن اللقاء ما بين أردوغان وبايدن هو سوف يحل المشكلة ولكن يبدو أن هذا اللقاء لم ينجح لأنه كان لقاء عابرا ولم يكون اللقاء المهم جدا فيما يتعلق بإيجاد حل الملفات الخلافية ما بين الطرفين أشكرك طه عودة أوغلو الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول كما أشكر أيضا ضيفنا من باريس رئيس منظمة كرد بلا حدود كدار بيري